ده بالنسبة للبلاك ستار، هو تيوب، هو فيه تيوب زي ما احنا شايفين، واضحة جدا فيه. صوته برضو جميل جدا، وبقيت بعتمد عليه اكتر من البلاكسي تون لانه فيه اي كيو، فهو it's easy to deal زي ما بيقولوا to deal with. يعني انت على اي امبليفاير، على اي ديفايس، انت على اي اوتبوت بتطلع منه صوتك، ممكن تموديفاي وفي النهاية توصل للشيب اللي انت معروف بيه، او الكاركتر بتاع التون اللي انت معروف بيه. يعني دي الكرانش تشانل ودي الهاي جين بتاعته. الفرق ما بينهم بس الليفل بتاع العريف هم عكسين. يعني دي كرانش تشانل، في اوبشن لطيف جدا في البلاك ستار ان هو في الاي اس اف فيتشر. النوب دي عبقريه جدا، هي انت بتموديفاي الصوت بريتش وامريكان، فانت بالتالي الصوت البريتش روك معروف ان هو قافل شويه ومليان لو فريكوانسي، فهو نفس اللي انا عملته ده. لو على الامريكان الناحيه الثانيه، الامريكان روك فيه ليه كاركتر مختلف، ليه شيب مختلف، التون فيه هاي فريكوانسي اعلى. سنة هو عمال بيفتح وبيقفل الفريكوينسي وبيتحكم فيها وانت مثبت الكورد. يعني تقدر وانت بتسولو باي حاجه من البيدل ده او من اي بيدل تاني زي ما قلت لك من شويه انك تبوست. رجعت انا استخدمت تاني البوستر اللي في البلكسي تون اللي هو البيلت ان. بعد الاوفر درايف بدخل على الايكولايزر البوس الجي 7، ترانسبيرنت جدا، مش بيغير السيجنال ولا بيغير الكاركتر بتاع الصوت الحقيقي بتاعك. وده كان غريب بالنسبه لي شويه، لان كان المفروض اللي انا الواحد بيقعد يقرا ويشوف الناس اول ما بيجي يعمل بيدل بورد، خصوصا لو اول احتكاك ليه بالبيدلز، ان هو الواحد بيقرا ويشوف الناس بترتب ازاي. ده مش كومن خالص، هو المفروض الاي كيو الاول، اغلب الناس بتعمل كده. انا كان الاوفر درايف اريح لي وهو الاول الاثنين، وبعد كده جاء الاي كيو. نسيت اقول حاجه مهمه، ان البيدل ده كمان فيه ايميوليتد اوتبوت، بيعمل سيميوليشن. لو انت ما فيش امبليفاير على الستيج عايز تدخل على الميكسر دايركت، هو بيعمل امبليفيكيشن لصوت الجيتار، فطبعا مسعف جدا وحاجه اوبشن لطيف جدا. هو اوتبوت جنب الاوتبوت العادي الطبيعي اللي احنا عارفينه، هو بيبقى في الجنب هنا. وكنت في الاول مرتب غلط، مش مرتب غلط، كنت حاطط البلكستون مكان البلاك ستار، كانوا عكس بعض. فاكتشفت ان انا لما بحب اعمل سيميوليشن بخسر الكارل مارتن البيدل ده، فانا عايزه يدخل على البري امب، لان انت وانس انك وصلت في الايميوليتد اوتبوت ده بقى بري امب، فانا لازم كل حاجه تبقى قبل الامبليفاير زي ما احنا عارفين. فانا كنت بخسر البيدل، فرحت خالع ده وده ورحت عكسهم مكان بعض. بعد كده بيجي الكمبريسور، وبرده ده مكان كان عكس اللي انا كنت بقرا وبشوفه، بس العبره بان انت بتجرب الصوت وبترتب البيدلز قبل ما تنستول. الصوت ما ريحنيش خالص، وهو في المكان الكومن اللي اغلب الناس بتستخدمه، الترتيب اللي اغلب الناس بتستخدمه. فجاء الكمبريسور جاء بعد الاوفر درايف وبعد الاي كيو. الكمبريسور ده انا بحبه جدا، وهو يعتبر انا بعتبره البرين بتاع البيدل بورد دي. انا كان عندي مشكله قبل ما العب بالكمبريسور ده، كومبريسور وليميتر من كارل مارتن. كان عندي مشكله ان انا لما بلعب كلين
لما بلعب مثلا اوفر درايف عايز تلعب كلين في فرق فظيع في الليفل. فهو الكمبريسور هو ظبط الحكايه دي. انا كان قبل الكمبريسور كنت ساعات بتزنق وانا على الستيج وابقى متضايق قوي من فرق الليفلات ده. فبعد ما اخلص الاوفر درايف وهلعب كلين بقوم داس على البوستر مع الكلين عشان يزق شويه ما يبقاش فيه الجاب دي ما بين الليفلات ما بين الاوفر درايف اي صوت اوفر درايف واي صوت كلين. الكمبريسور فرق في حاجات كتير جدا في حياتي. اوكي للدرجه دي انا بحبه وما اقدرش استغنى عن البيدل ده في البورده دي بالذات. حتى البورده الصغيره فيها كومبريسور برده. ف وهو برده بيدل ذكي جدا ويعني انا ما بحتاجش اغير الظبطه مع 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 فرق الجندس او فرق الستايلات المزيكا اللي بلعبها. هو الظبطه بتاعته ثابته زي ما انا عاملها كده. هو في جين وريسبونس وكمبريشن وثريشولد. هو فرق معايا جدا في ان هو يظبط الجاب اللي ما بين الليفلز وغير السستين في السولوينج وفي حاجات كتير قوي في تفاصيل المزيكا وفي اللعب على الستيج. بعد الكمبريسور بنروح للموديوليشن. ده الكورس ده الانالوج كورس من MXR باي دانلوب. ده انالوج 100% انالوج. والكمبريسور والاوفر درايف من كارل مارتن. نسيت اقول لك برده ان هما بالكامل انالوج وهاند وايرد. البلاك ستار في جزء كبير منه طبعا نسبه كبيره منه هاند وايرد عشان في تيوب بس هو مش بالكامل. بدل ما اقدرش اقول ان هو بدل انالوج بالكامل يعني. الامكس ار 100% انالوج وبرده من احسن البلز اللي ريحتني في الكورس. الكمبريسور مقفول. بدل عظيم جدا وما كانش غالي كمان على امكانياته لان هو فيه 5 نوبس في 5 زراير او 5 كنترولر. فده معناه ان عندك فرايتيز في الصوت وتقدر تطلع اصوات كتير جدا كل ما اداك كنترولرز يعني ونوبس كتير. البيدل فيه هاي ولو وفي الليفل طبعا وفي الريت وفي الدبث.